حنا كنذكروا ملي كنا صغار تعليم قسم تحضيري على مستوى الولوج المدرسة الدخول كنبداو بتحية العلم والنشيد الوطني، وهاد التربية تلقيناها منذ الصغار ديالنا باش نطلعوا نهتموا بالتنمية الحقيقية ديال الوطن ديالنا. أما اللجوء إلى السب والقذف في المقدسات فهو بالنسبة لنا حنا مرفوض، ومرفوض حتى في المجال الحقوقي على الصعيد الدولي، لأن فرق ما بين القذف والسب والقيام بالإصلاحات أن هذا الأسلوب هو أسلوب ديال الضعفاء وأسلوب مرفوض من طرف المغاربة جميعا. هذا الدور ديال جمعية المجتمع المدني باش تركز على المواطنة، إعادة التربية، وكذلك وسائل الإعلام تركز على تربية المجتمع ثقافيا وسياسيا، لأن هذا الغياب ديال الثقافة السياسية هو اللي كيجعل واحد العدد ديال دول أعداء المغرب باش يقوموا بثورات مفبركة عن طريق وسائل التواصل. ولكن الحمد لله الشباب ديالنا واعي بهذه الأخطار، رغم كل خطرة كطرأ بعض التصريحات في وسائل التواصل واللي فشلت بعدة دول وعلى رأسهم المغرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عياش عبد الله، مدينة القنيطرة، مغربي أبا عن جد. من هذا المنبر كنقول لكم بالله الوطنية شيء غير قابل للنقاش، خط أحمر لا يمكن تجاوزه. يمكن أن تكون عندنا مشاكل اجتماعية، تكون عندنا مطالب اجتماعية بالصحة أو التعليم أو غير ذلك، ولكن هذا لا يبرر أبدا أن المساس بالمقدسات ديال البلاد. يعني المواطنة شيء غير قابل أبدا للتجاوز أو للتطاول عليه. السلام عليكم. تندير النداء بالنسبة لهذوك الناس اللي تيحرقوا الباسبور وتيحرقوا تيقطعوا لي كارت وتعايروا الوطن. أنا بالنسبة لي إخوتي اللي تيحرقوا بأن ما خاصنا نحاربوا هذه القضية، بأن أي حنا عارفين أزمة في المغرب وعارفين بأن كاين لا ميزير في الناس ما كاينش خدمة، كاين البطالة، ولكن بالنسبة خاصنا نكونوا الروح الوطنية ديال المغرب، بأن حنا المغرب اللي جينا هكا خاصنا نكونوا أخوة. أي حنا بأنكم أنتم تتحرقوا كذا غاضبين على المغرب كذا، ولكن المغرب راه تيبقى ديما خاصنا نكونوا الروح الوطنية. هما أزمة كاينة مثلا في مصر، كاينة أزمة في الدول العربية، في العراق، كل شيء. أي ولكن هما الناس يحاربوا تياكلوا بيناتهم شتي الحرب وكو أزمة. الحمد لله عندنا بلادنا وخا هكاك باقي عندنا الخير في البلاد، باقي البلاد زوينة، ولكن خصنا نديروا اليد في اليد. وبأنكم أنتم غادرتوا المغرب بأنكم غاضبين عليه، ولكن وخا هكاك أنتم غاضبين، اي حنا عرفناكم بانكم ما لقيتوش خدمه، بانكم كاينه ما لقيتو عييتو ما تقلبوا، ولكن ديما خذوا النفس وخذوا الروح الوطنيه، وعلى الاقل ما تحرقوش ما تعايروش الوطن، ما تحرقوش هذا باش ما نديروش دول عربيه بقى يقول لك بان حنا المغرب، بان تشوفونا بحال اللي حنا ضايعين في البلاد، بحال اللي حنا ما شنو عندنا. الحمد لله عايشين مزيان، اللهم لك الحمد، وعاش ديما الملك وعاش الوطن، وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب، والروح الوطنية المغربية. والحمد لله، والسلام عليكم.